أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة كل يوم. البداية نبدأها من خبر إلقاء القبض على أحد لاعبي كرة القدم في عدن وباتهامه بمقاومة الشرطة، حيث عنون موقع عدن تايم وقال: لاعب تلالي سابق في قبضة رجال الأمن. قالت التفاصيل: ضمن الحملة الأمنية التي تقوم بها قوة تابعة لشرطة محافظة عدن، ألقي القبض على مطلوب أمني في مدينة كريتر على ذمة مشاركته بممارسات خارجة عن النظام والقانون. وأكد الموقع أنه ومن خلال الصور التي نشرت تبين أن المطلوب أمنيا كان لاعبا سابقا في نادي التلال، وخاض عدة بطولات في الثمانينيات من القرن الماضي. يتابع الموقع: حاول اللاعب التلالي مقاومة رجال الأمن الذين وصلوا لاعتقاله، وعند اقترابهم منه قام بإخراج قنبلة، ولكنهم تعاملوا معه ونجحوا باعتقاله وبنقله للحجز. نبقى في عدن. عنوان موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية: مدير عام سيرة يعلن حظر حمل السلاح في المديرية. تقول التفاصيل: أعلن مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن خالد سيدو منع حمل السلاح لأي أسباب كانت في المديرية دون مسوغ قانوني. وقال سيدو لعدن الغد إن هذا الإجراء يأتي استكمالا للحملة الأمنية التي دشنت في المدينة، مهيبا بالمواطنين الالتزام بهذا الإجراء حرصا على سلامتهم وعلى استقرار الأمن في المديرية. يضيف الموقع: انطلقت خلال الأيام الماضية حملة أمنية رافقها انتشار مكثف في شوارع وأحياء وأزقة المدينة العتيقة في عدن لملاحقة عدد من المطلوبين والعصابات التخريبية. من جانبه قال مدير شرطة مدينة صيرة فضل النقيب إنه تم إخلاء مؤسسات الدولة من العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، كما تم ضبط 10 من المطلوبين أمنيا، بينهم 3 متهمين باقتحام المكتبة الوطنية وآخرون بإحراق سوق المدينة. لماذا نتمسك بالشرعية كحل وحيد في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقالا ونشره في موقع الموقع بوست، وقال الكاتب: نعتقد بأن شرعية الدولة هي بوصلة الحل دون سواها، لأن شرعية سلطة الأمر الواقع الطائفي التي جرب اليمنيون مرها لن تستطيع الحفاظ على كافة الأراضي اليمنية مهما كانت قوتها وإمكانيتها، فبقاء سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء يعني بأن بقية الأطراف ستدفع لإعلان الانفصال عنها. فمن غير المقبول أن تبقى هذه المناطق تابعة لسلطة طائفية تحكم في العاصمة، وهي التي أكد ممثلوها الذي اختارتهم كافة الأحزاب والمكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون خلال مؤتمر الحوار الوطني بضرورة التحرر من قيود المركزية والتهميش. أصبح سكان أغلب المحافظات يؤمنون بالأقاليم وأهميتها وضرورتها لحل كثير من الإشكالات الناتجة عن الحكم المركزي المطلق. ومن الصعب اليوم أن تقنع سكان إقليم سبأ على سبيل المثال بالتخلي عن فكرة الأقاليم حتى لو عادت شرعية الرئيس هادي إلى صنعاء، فما بالنا إن بقيت سلطة الأمر الواقع الطائفية هي المسيطرة على العاصمة. القناعة ذاتها موجودة لدى أبناء إقليم الجند وإقليم تهامة، خاصة بعد أن أظهرت لهم الميليشيا حقيقة مشروعها ونواياها بالسلاح، وإن كانت إمكانياتهم في مواجهة سلطة الأمر الواقع والتمرد عليها ضعيفة، لكنها قناعات تتشكل وتزداد رسوخا يوما بعد يوم. فمن غير المقبول بقاء عاصمة اليمن تحت هيمنة جماعة سلالية طائفية تصف كل من يخالفها بالدواعش والإرهابيين، وتعمل على تصفيتهم وملاحقتهم ونهب ممتلكاتهم. إلى موقع بوست، عنوان في صفحته الرئيسية: موقع بوست يكشف تفاصيل جريمة اغتيال أحد قيادات الإصلاح في مديرية بني بهلول في صنعاء. علم موقع بوست عن مصادر خاصة أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أفرجت مؤخرا عن مرتكب مجزرة مسجد صرواح في مديرية بني بهلول، والتي راح ضحيتها 4 شهداء و13 جريحا. كانت ميليشيا الحوثي أعلنت أواخر يوليو أن السلطات الأمنية ألقت القبض على المتهم الرئيس خالد أحمد الصايدي واثنين من المتهمين بارتكاب المجزرة التي وقعت أثناء تأدية الضحايا لصلاة المغرب في بني بهلول.
موقع بوست حصل على تفاصيل جديدة وحصرية حول الجريمة، حيث أكدت مصادر خاصة أنها لم تكن جريمة جنائية، وإنما جريمة ذات بعد سياسي، وأن الدافع من الجريمة هو اغتيال قيادي في حزب الإصلاح في المنطقة هو عبد القوي الجيد. إلى موقع تغيير نت، عنوان في صفحته الرئيسية: بعد قطعها آخر طريق يربط محافظة تعز بعدن، ميليشيات الحوثي وصالح تتعرض لنكسة جديدة في هيجة العبد بالقرب من التربة. نقل الموقع عن مصادر محلية أن مسلحين من قبيلة الزفيتة هاجموا ميليشيات الحوثي وصالح في هيجة العبد القريبة من مديرية التربة التابعة لمحافظة تعز. وأوضحت المصادر في حديثها للتغيير أن قبائل الزفيتة هاجمت مسلحي الحوثي وصالح بعد قطعهم الطريق الوحيد الذي بقي لإمداد تعز بالغذاء والمؤن في هيجة العبد، واستولوا على طقمين تابعين للميليشيا بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات. الأغلبية المقهورة تحت هذا العنوان. كتب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المغربية توفيق بوعشرين مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال الكاتب: قبل 5 سنوات زلزل هؤلاء الشباب كراسي الرؤساء العرب، وبعثوا رسائل إنذار إلى الملوك والأمراء بأن صبرهم قريب من النفاد، وأنهم سيغادرون قريبا حزب الكنبة. تحركوا عفويا بعدما لم يكن أحد ينتظر انتفاضتهم الناعمة، لكن الواقع الخشن أفشل ثورتهم، مع أنها لم تكن لا خضراء إسلامية ولا حمراء شيوعية، ولم تحمل لا راية ناصرية ولا بعثية ولا اشتراكية ولا قومية. كانت صرخة بريئة رفعت شعار محمد البوعزيزي: خبز، حرية وكرامة. لكن ثورة الشباب مثل كل الثورات سرقت، مرة بالاحتواء وأخرى بالإجهاض وثالثة بالعسكرة والحرب الأهلية. صار الربيع خريفا وانزوى الشباب العربي الذي حرك المياه الراكدة إلى ركن بعيد يتفرج على إجهاض مبادرات إصلاح الأنظمة العربية من داخلها. في كل البلدان العربية تشكل فئة الشباب الأغلبية المطلقة شبابا وشابات في زهرة العمر وقمة اليأس، شريحة عمرية في أوج العطاء الافتراضي وقمة اليأس الواقعي. في كل دول العالم يشكل الشباب رأس مال بشري يشحن محركات التنمية، إلا في العالم العربي حيث يشكل الشباب عبئا على الأنظمة السلطوية ومصدر خوف وقلق للحكام العرب. لهؤلاء أسبابهم الوجيهة في هذا الخوف: من شباب متعلم أكثر من آبائه، وشباب يتقن استعمال وسائل التواصل الحديثة، علاوة على نقده السلطة السياسية والدينية في مجتمعه. ما تزال قضية اختطاف الصحفيين اليمنيين تجد صداها في العالم. موقع مصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية وقال: نشطاء وحقوقيون أمريكيون يطالبون الحوثيين بإطلاق سراح الصحفيين والناشطين المختطفين. في التفاصيل، طالب نشطاء وحقوقيون أمريكيون جماعة الحوثي وقوات صالح بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين في سجون الجماعة منذ نحو 1.5 عام حسب ما قالت السفارة اليمنية في واشنطن. وقالت السفارة إنها تتلقى العديد من الرسائل والمناشدات من قبل حقوقيين ونشطاء أمريكيين مطالبين بسرعة إطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين اليمنيين المختطفين لدى جماعة الحوثي وقوات صالح. أضافت بأنهم عبروا عن بالغ قلقهم عن امتناع الحوثي عن الإفصاح عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم. موقع يمن مونيتور عنون في صفحته الرئيسية وقال: الغاز اليمنية بيع باخرة للسوق السوداء يغضب المواطنين غربي البلاد. تقول التفاصيل: أثارت صفقة بيع باخرة غازية من قبل الشركة اليمنية للغاز فرع الحديدة لتجار السوق السوداء غضب أهالي المحافظة غربي البلاد. وفي تصريح ليمن مونيتور قال مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز في فرع الحديدة مفضلا عدم الكشف عن هويته:
قام مسؤولون في الشركة اليمنية للغاز فرع الحديدة بإصدار توجيهات بأخذ الباخرة الغازية التي تحوي على 370 طن من مادة الغاز المنزلي، وهي حصة فرع الشركة، ببيع الكمية إلى تجار السوق السوداء الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة، منوها إلى أن السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة لم يكن له أي دور إيجابي في الاعتراض على هذه الصفقة التي هي بلا شك بمباركة جماعة الحوثي المسيطرة على الشركة اليمنية للغاز المسال. وقبل أن نطالع وإياكم ما تقوله الصحافة العربية اليوم في أعدادها، نذهب إلى فاصل قصير كالمعتاد، ابقوا معنا. مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث. النقطة الأولى كانت تتعلق بالطفل بوقف إطلاق النار. نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها. المساء اليمني قريب من الواقع. مرحبا مجددا إلى الصحافة العربية وما ركزت عليه. البداية من صحيفة الشرق الأوسط، عنونت الصحيفة وقالت: البرلمان اليمني يستعد لعقد جلساته ردا على المجلس الانقلابي. قالت التفاصيل: إن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن داغر كشف للشرق الأوسط عن جلسة قريبة للبرلمان اليمني تعقد في مأرب أو في أي منطقة أخرى محررة في اليمن ليقوم بدوره الدستوري، مقللا في سياق ذاته من ادعاءات الرئيس السابق صالح بأن حزب المؤتمر الشعبي العام ما زال يدعمه. وقال رئيس الوزراء: إن معظم أعضاء حزب المؤتمر الشعبي مع الشرعية والشعب اليمني ومع الرئيس هادي وضد الانقلاب، وإن ثلثا فروع الحزب تقع في المناطق المحررة ولا توجد بها أي سلطة لصالح أو للحوثي. أضاف بن داغر أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن سوف تنتهي مع التوصل لحل سياسي مشرف أو إلى نصر كامل. وحول اختطاف ميليشيا الحوثي والمخلوع لمجموعة من البهائيين، عنونت صحيفة القدس العربي وقالت: منظمة العفو الدولية تدعو الحوثيين لإطلاق 27 بهائيا يحتجزونهم في اليمن. وقالت الصحيفة في التفاصيل: منظمة العفو الدولية دعت المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون مع حلفائهم على العاصمة اليمنية صنعاء إلى الإفراج عن 27 من أتباع الطائفة البهائية يحتجزونهم منذ أسبوع. وقالت المنظمة في بيان: هذا الاحتجاز حالة صارخة من الاضطهاد بحق أقلية دينية. وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أن مسلحين مقنعين من المكتب الأمن الوطني قاموا في 10 أغسطس باقتحام ورشة عمل شبابية للبهائيين في صنعاء، وأوقفوا 65 شخصا بينهم 14 امرأة وستة أشخاص ما دون 18 من العمر. وقالت نائبة مدير منظمة العفو في الشرق الأوسط ماجدلينا مغربي: إن التوقيفات الاعتباطية للبهائيين لقيامهم فقط بحضور حفل سلمي غير مبررة على الإطلاق، معتبرة الخطوة المثال الأحدث على اضطهاد السلطات لحقوق الأقلية الدينية. ودعت مغرب الحوثيين إلى إنهاء تحرشهم بالأقليات وإلى احترام الحق بالحرية الدينية. صحيفة البيان الإماراتية عنونت: العثور على مخزن للأسلحة في عدن. تقول الصحيفة في التفاصيل: أجهزة الأمن اليمنية في عدن عثرت على مخزن للأسلحة ومتفجرات تابعة لتنظيم داعش، وذلك خلال حملة تفتيش ومداهمة قبضت فيها أجهزة الأمن على أحد المشتبهين وبحوزته ألغام وعبوات معدة للتفجير.
وأوضح مصدر أمني أن الأسلحة التي تم العثور عليها كانت مخزنة في أحد المنازل في منطقة جعولة شمال عدن، وتضم ألغاما ومواد متفجرة وأسطوانات مجهزة للتفجير، كما تم ضبط سيارتين مفخختين كانتا مجهزتين للتفجير في عدن. كواليس صالح. تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا ونشره في عدد من المواقع الإخبارية، وقال جميح: اليوم يبدو الحوثي مدمرا عسكريا ساعيا إلى صالح لينقذه من الورطة. وافق صالح على انتشال الحوثي من ورطته، أو هكذا خيل للحوثي. تشكل المجلس السياسي وإمعانا من صالح في استنزاف الحوثي سياسيا كما استنزفه عسكريا، قدم صالح للحوثي طعما جديدا أغراه بأن يقود المجلس السياسي في دورته الأولى التي لم يقل لنا صالح متى ستنتهي، لتظل كذلك حتى يتحمل الحوثي كل خطايا اللحظة الراهنة في اليمن وخطيئاتها. خرج الحوثي من ورطة إلى ورطة، فيما صالح يزج بعناصره داخل الجهاز الإداري للدولة لاستعادته. عبد الملك الحوثي بدأ الناس ينصرفون عن خطبه الفارغة ويملون تقليده لحسن نصر الله، وبدأت صوره تختفي وشعاراته تتوارى على استحياء من شوارع العاصمة. يبدو صالح خطيرا على المسرح، لكنه أخطر عندما يعود إلى الكواليس. والأمور جيدة حتى هذه اللحظة للاعب الذي يحاول الاقتراب من الشباك لتسجيل الهدف. واليوم وخصوم صالح في نهم يقتربون من صنعاء، هل سيخرج صالح بتنويعة جديدة على نوتاته الكثيرة؟ تنويعة تنقذ صنعاء من جحيم الحرب. تتدارك البلاد التي تتساقط هنا وهناك، تنقذ اليمن الذي تندلع فيه الفتنة السلالية والمذهبية والمناطقية، أم أن ملاعب الثعابين سينتهي على يد أحد ثعابينه الكثيرة التي رباها وروضها ورقص معها كثيرا؟ دعونا ننتظر اللعبة تقترب من نهايتها، أو هكذا يخيل إلينا. وحول آخر التطورات الميدانية في محافظة أبين، عنونت صحيفة الخليج: الجيش الوطني يحكم قبضته على ثالث أكبر مدن أبين. حيث أحكمت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتها على مدينة لودر، ثالث أكبر مدن محافظة أبين جنوبي اليمن. وقال عارف أحمد علوان، قيادي في اللجان الشعبية في مدينة لودر للخليج عبر الهاتف: إن وحدات من الجيش انتشرت في المدينة عقب انسحاب عناصر القاعدة منها وفرارهم إلى محافظة البيضاء التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وقال عنوان: إن عناصر القاعدة الهاربة من لودر سلكت طريق عقبة الحلحل باتجاه محافظة البيضاء فور علمها بقدوم الجيش إلى المدينة. يأتي ذلك عقب سيطرة الجيش الأحد الماضي على مركز المحافظة زنجبار وشقيقتها الكبرى جعار وباقي المناطق والقرى التابعة لهما، وبعد تطهيرها من عناصر تنظيم القاعدة بعد 7 أشهر من السيطرة عليها. أما صحيفة العرب الجديد فعنونت: بان يدعو لعدم استهداف المدنيين في اليمن. قالت التفاصيل: دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أطراف النزاع الدائر في اليمن إلى عدم استهداف المدنيين وإلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات. وقال بان كيمون: إن المدنيين بمن فيهم الأطفال هم الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذا الصراع، معبرا عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الغارات الجوية والمعارك البرية منذ 6 أغسطس تاريخ تعليق محادثات السلام في الكويت برعاية الأمم المتحدة. وشدد بان كيمون على ضرورة أن يوقف جميع أطراف النزاع كل الأعمال العدائية فورا، وأن يستأنف المشاركون في المفاوضات محادثات مباشرة بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ومتحسرا على حال التعليم وما وصلت إليه جامعة اليمن من تراجع في كل تصنيف وتقييم دولي ومحلي، وكتب أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء وديع العزعزي مقالا وقال فيه: أخرج تصنيف عالمي نشر مؤخرا كافة الجامعات اليمنية وبينها جامعة عدن من تصنيفه لجامعات المعترف بها حول العالم، لتصبح بذلك اليمن ضمن الدول التي لا تملك جامعات معترفا بها حول العالم. وضمن التصنيف العالمي السنوي للجامعات والمعاهد العليا في العالم، نشر معهد التعليم العالي
التابع لجامعة شنغهاي جيو تونغ في موقعه التصنيف العالمي الصادر لعام 2016، والذي أفاد خروج الجامعات اليمنية من التصنيف العالمي، والتي كانت على رأسها جامعة عدن حتى مطلع عام 2015 ضمن هذا التصنيف، وإن كانت تحتل مراتب متأخرة. وبحسب التقرير الذي اطلعت عدن الغد على نسخة منه، فقد كان السبب في شطب أسماء الجامعات اليمنية من القائمة العالمية هو الوضع الأمني الصعب الذي تمر به اليمن، الأمر الذي يجعل الحصول على وثائق أكاديمية وإحصائية متطلبة لدخول المنافسة غير موثوق فيه. ويمثل خروج الجامعات اليمنية من هكذا تصنيف عائقاً كبيراً أمام طلاب الراغبين بمواصلة الدراسات العليا في الجامعات الخارجية، خصوصاً وأن اليمن تعتبر ثاني دولة عربية بعدد الطلاب المبتعثين للخارج، والذين بلغ عددهم حتى عام 2014 17,000 طالب وطالبة في كل أنحاء العالم، منهم 3,150 دراسات عليا. وكان الهدف الأصلي لهذا التصنيف هو تحديد موقع الجامعات الصينية في مجال التعليم العالي، ومحاولة تقليص الهوة بينها وبين أفضل الجامعات النخبوية في العالم. نختم كشك الصحافة كالمعتاد بمجموعة مميزة من رسوب الكاريكاتير، وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه.